انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابن مصري وابن مصر الله عليك. سيداتي نساءاتي، نطلب من حضراتكم ان تقفوا للنشيد الوطني المصري. Ladies and gentlemen, good night, good evening. I would like to have everybody seated so we can start our program. I just want to announce for those who would like to hear some translation either from English to Arabic or from Arabic to English, there are headsets on the tables. So we will co-introduce this evening an event with my dearest friend Asma Mustafa from Nahar TV, Michael Morgan from Cairo News TV. Welcome on board. Thank you, Michael. Asma will talk in Arabic, I'll speak in English.
مساء الخير عليكم جميعا. طبعا انا برحب بيكم، انا هتكلم بقى باللغة العربية لانه يعني يمكن كانت فكرة البرنامج طبعا اللي بيقدمه زميلنا يعني وصديقي الاعلامي دكتور مايكل مورجان، ان هو كان بيتكلم عن النبض الامريكي، فبيحب دايما ينقل راي المجتمع الامريكي وايه الصوره دايما اللي بتبقى موجوده في الشارع الامريكي وعلى وجه الخصوص تحديدا اللي بيهمنا في مصر. كمان كان بيحاول ينقل هنا كمان وجهه نظر تانية يمكن للمجتمع الامريكي من خلال ان هو يقابل شخصيات كبيره. طبعا يعني بشكرك جدا يعني مايكل على الدعوه دي. دكتور مايكل بشكرك، وشرف لي طبعا ان انا اكون يعني موجود اساتذه طبعا من الاعلاميين والسياسيين البارزين وطبعا الساده النواب يعني نواب مصر اللي منورنا يعني اللي استكملنا بيهم بقى خريطه الطريق واستقبلنا بيهم. دي كانت يعني هنقول الاستخاق الثالث لينا كمصريين، ويمكن دي اول مره بعد ثوره 30/6 يكون معانا نواب البرلمان في زيارة رسمية. طبعا اتشرفنا بيهم. يمكن كانت الفكرة زي ما مايكل قال، مش فكرة انه بعد طبعا ما اتكلمنا، مش انه اسماء مصطفى من النهار او مايكل دكتور مايكل مورجان من القاهرة والناس، فكرة ان احنا دلوقتي بقينا محتاجين لرؤية اعلامية جديدة. احنا دايما مع الاسف كلنا كمصريين، ويمكن ده اللي احنا شاهدناه كمان في الشارع الامريكي ومن مراكز ابحاث بحثية امريكية، ان هما كمان بيعانوا من التضليل الاعلامي، وده يمكن وضحوه جدا فكرة التواصل ما بين الشعوب وبعضها، وان دايما يكون في قنوات مفتوحة. اعتقد ان احنا في اشد حاجة ليه دلوقتي، ويمكن مايكل ممكن يوضح لنا ده بشكل اكبر، ازاي احنا ممكن من خلال تواجدنا دايما انه مش بنتكلم عن طبعا سفراءنا موجودين في مختلف دول العالم، سفراء جمهورية مصر العربية، لكن انا كان رأيي اذا كنا نتفق او يعني مع بعض اتمنى انه كل مواطن هو بيكون سفير لبلده في الخارج وفي الداخل ايضا، لانه بيمثل بلده امام اي حد يعني بيكون موجود فيها، وهو لما بيسافر خارج مصر وهو كمان بيكون سفير لبلده حتى لو كان عايش بره، وده كان هدفك يا مايكل صح؟ I completely agree with أسماء. أتفق تماما مع أسماء. وقبل أن أبدأ نتكلم عن ما أقوم به وما أحب أن أقوم به في المستقبل، أحب أن أشكر السيد القنصل أحمد فاروق، القنصل العام قنصل مصر جمهورية مصر العربية، لأنهم أرسلوا أستاذ ياسر سرور وأستاذ هاني نائب السيد إسلام. من المهم جدا أن نكون متواصلين كمصريين، كمواطنين مصريين بالخارج بوطننا الأم من خلال مكاتب القنصليات. فأود أن أعطي الساحة للأستاذ ياسر سرور ليرحب بجميع المصريين بالنيابة عن الأستاذ أحمد فاروق. مساء الخير عليكم جميعا. أنا هتحدث أولا باللغة العربية، وإذا احتاج الأمر سأتحدث باللغة الإنجليزية. أولا في بادئ الأمر أحب أن أنا أرحب بأعضاء الوفد المصري، سواء من السادة أعضاء مجلس النواب أو الوفد الإعلامي اللي شرفونا في نيويورك، وده دليل على يعني رغبة أكيدة في التواصل ما بين مجلس النواب وأبناء الجالية المصرية. يمكن مش لازم يكون في الولايات المتحدة بس، ولكن في مختلف أنحاء العالم، في ضوء الدور الكبير اللي المطلوب الحقيقة أن تلعبه الجاليات المصرية في الخارج بعد أما تم الاستفتاء على الدستور الجديد وتم الانتهاء من بناء مؤسسات الدولة. أحب برضو أشكر الدكتور مايكل على دعوتنا لهذا هذه المناسبة الهامة، ويعني بأهنيه على اختيار عنوان النقاش ده، يعني مهم جدا أن بعد الاستكمال مؤسسات الدولة أن احنا نشوف كيف
نستمر أو كيف نبني مصر الجديدة، وطننا اللي كيف نرى صورته في العالم في المستقبل، دور مصر الإقليمي والدولي يكون إزاي في المستقبل. فإحنا بصراحة أنا وزملائي بنتطلع للنقاش اللي حيدور في الفترة اللي جاية. فأنا بعدين أحب برضو أعتذر نيابة عن السفير أحمد فاروق لعدم استطاعته للحضور للمشاركة في هذه المناسبة لارتباطات مع السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الخارجية. أشكرك مرة تانية دكتور مايكل، ونتمنى كالعادة في كل المناسبات اللي بتنظمها الحقيقة بنلاقي نقاش ثري ونتائج نقدر نبني عليها. وزي ما انت قلت يا أستاذة أسماء، احنا بنعتبر فعلا ان كل مواطن مصري في الخارج هو سفير لبلده في الدولة اللي هو مهاجر اليها او مقيم فيها. واحنا دورنا يعني ما فيش تعارض ما بين الادوار، بل بالعكس احيانا كثيرة الدور اللي بيقوم به المواطن المصري بيكون بيساعدنا كتير كمؤسسات رسمية في أداء المهمة بتاعتنا. أشكركم مرة أخرى ونتطلع لنقاش ثري كالعادة بإذن الله. شكرا جزيلا. معنا الفنان محمد كريم، أهلا وسهلا بك النهارده. أهلا بيكي وأهلا وسهلا المشاهدين، ويوم جميل، سعيد جدا باليوم التجمع الحلو كل المصريين والإيجيبشن أمريكان كوميونيتي هنا في نيويورك. حاجة جميلة جدا إن كلنا نجتمع ونشارك في حاجة في حدث الحقيقة مهم زي ده. إيه رأي حضرتك في الاحتفال اللي قام به دكتور مايكل مورغان؟ لا، احتفال جميل جدا، وهو الحقيقة عامل مجهود يشكر عليه. في الشك ان احنا كنا بنحاول ان احنا نعمل بريدج، يعني بنعمل بريدجنج بتوين ايست اند ويست، ودي حاجة مطلوبة جدا. ودايما عندنا مشكلة حتة ان احنا نوصل اللي احنا عايزينه بشكل كويس. في انجازات ممكن بتعمل، في نجاحات ممكن بتعمل، بس المشكلة ان احنا دايما عندنا لاك في حتة ان انت توضحي ده وتقدميه بشكل كويس او توصليه للناس. فجميل جدا الملتقى زي ده، وان يجمع from the American side and the Egyptian side ويتناقش اي قضية او اي مشكلة او اي حاجة بتهم طرفين. جميل جدا ان احنا كلنا نشارك فيها. معنا استاذ عماد جيت، عضو مجلس النواب، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك استاذ عماد. ايه رأي حضرتك او انطباع حضرتك النهاردة في خطاب الرئيس السيسي؟ يعني هو خطاب شامل في وضوح وفي جرأة في التعبير عن مصر والتعبير عن الدور المصري والتعبير عن دور مصر الإقليمي، ان الموضوع لم يعد دفاعا عن الوضع الداخلي في مصر وانه مش انقلاب، لا ده ثورة شعبية، الى يعني الحديث عن ترتيبات الإقليم وان مصر ليها رؤية ولن تسمح بترتيبات يعني تؤدي الى تفتيت الدول المحيطة بنا. وبالتالي اتصور انه كان حوار شامل وجريء، وده اللي احنا متعودين من خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ربما في السنتين الماضيتين اللي شارك فيهم كان بيتكلم على الاوضاع في مصر وثورة المصريين وطموحات المصريين، المرة دي انتقل للحديث على الاقليم، معناه انه بات يعني مطمئنا للاوضاع الداخلية في مصر وان الاوضاع لم تعد محل جدل، وبالتالي انتقل للحديث عن دور مصر الاقليمي. تقول ايه حضرتك للمصريين المعترضين عن الوضع الحالي في مصر وخصوصا الوضع الاقتصادي؟ اقول ان احنا مرينا بخمس سنوات عجاف تدهور فيها كل شيء في مصر، تدهور الامن فاختفت السياحة، نشط التنظيم الدولي فتقلصت تحويلات المصريين في الخارج وبقوا يجمعوا العملة الصعبة. اقول ان مصر تعرضت لمؤامرات كثيرة من جماعة الاخوان الارهابية، اسقطت طائرة روسية فتوترت العلاقات مع روسيا وتوقفت السياحة الروسية، تفجرت قضية الباحث الايطالي ريجيني فتوترت العلاقات مع ايطاليا، حوربنا في جبهات عديدة
لكن اعتقد انه المشروعات الضخمة اللي بتحدث في مصر اليوم، احنا كمواطنين مصريين عايشين في مصر حاسين، طبعا مش حاسين بتحسن في الاوضاع الاقتصادية، الاسعار بتزيد، العملة الوطنية بتاعتنا بتتدهور، لكن عايز اقول انه كم الاستثمار في البنية التحتية في الانفراستراكشر وكم الاستثمار في المشروعات الجديدة بدأنا نشعر بيها، واحنا متفائلين تماما بان الوضع الاقتصادي سوف يتحسن ان شاء الله مع تحسن الاوضاع الامنية وعودة العلاقات القوية مع روسيا الاتحادية ومع ايطاليا، فتعود السياحة المصرية من جديد، السياحة الاجنبية لمصر من جديد. في رأي حضرتك الأفضل للشرق الأوسط، هل نجاح هيلاري كلينتون أم دونالد ترامب؟ يعني أنا هقول رأيي الشخصي، أنا بالنسبة لي مشكلة بلدي الأساسية هي الإرهاب والجماعة الخارجة عن الإجماع الوطني، هذه الجماعة الإرهابية. إذا كنت أنا بشوف أن مصلحة بلدي مصر في الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب نيابة عن العالم المتحضر، فأقول أنه مصلحة الشرق الأوسط ومصلحة مصر الأساسية في فوز ترامب. أنا لا أتوقف كثيرا أمام التصريحات التي تطلق أثناء الحملات الانتخابية لأنها أحيانا تكون للاستهلاك المحلي، لكن في النهاية حينما يأتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم، دولة مسؤولة، الولايات المتحدة الأمريكية ليست دولة أشخاص ولكنها دولة مؤسسات، وبالتالي يكفيني أن أستمع من المرشح الجمهوري دونالد ترامب لأنه لن يتعاون مع جماعة الإخوان، وأنه سيتعاون مع الرئيس الفتاح السيسي في محاربة الإرهاب، وأنه سوف يتصدى للإرهاب. إذن أأمل شخصيا في فوزه في الانتخابات الرئاسية وأن يضع يده في يد القيادة المصرية من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا ومن أجل تقليص نفوذ الإرهاب والدول التي تدعم الإرهاب. طبعا احنا بس عايزين كمان نوجه تحية كبيرة جدا انه احنا عندنا يمكن كان وفد شعبي كامل، وانا بقول وفد شعبي كامل مش عايزة اقسم، يعني مش عايزة اقول انه كان في اعلاميين ومش عايزة اقول انه كان في برلمانيين، طبعا مع حفظ الالقاب للجميع، ولكن هو كان وفد شعبي مصري، وفد شعب مصري كلهم مجتمعين متفقين على شيء واحد وهو مصر، وعندنا نوابنا اللي بيمثلوا مصر. طبعا احنا عايزين نوجه تحية كبيرة جدا لغرفة صناعة الاعلام المصرية اللي كان ليها دور رائد دايما طول الوقت في انها تدي دعم، يعني خصوصا كمان انه احنا بنتحدث عن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للخارج، التغطية ما كانش بيكون هدفها هي التغطية الاخبارية فقط لغير، وإلا كانت كل الناس دي تواجدت في القاهرة، او ممكن احنا عارفين انه جميع البيانات الرسمية ووسائل الاعلام جميعها مفتوحة، لكن فكرة التواجد الشعبي والتواصل اللي يحصل ما بين الاعلاميين المصريين وبين حي الجالية المصرية اللي دايما يعني في اي مكان هي متواجدة بتستقبل رئيسها، الناس بتبقى فرحانة، يعني ده يعني بيبقى بالنسبة لكتير جدا من المصريين موجودين في الخارج عيد. خلينا يعني نرحب بقى ونشكر كمان أستاذ عمرو فتحي طبعا، وهو المدير التنفيذي لغرفة صناعة الإعلام، وللحقيقة بذلوا مجهود كبير جدا 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 في ان هم يوفروا يعني هنقول ايه حاجات كتير، انا هسيبه يكلموا في التفاصيل عن الرحلة دي لحد ما وصلنا نيويورك، ودي مش المرة الاولى اللي غرفة صناعة الاعلام بتقوم بيها بدعم يعني مصر، مش هميز بس هقول مصر. صح، صباح مساء الخير، مساء الخير عليكم كلكم، والحقيقة احنا تشرفنا جدا بان احنا كغرفة صناعة اعلام مرئي ومسموع في مصر كنا مسؤولين عن تنظيم وإدارة هذه الرحلة للكوكبة الجميلة من الناس اللي كانوا معانا. زي ما قالت الأستاذة، الحقيقة أعضاء برلمان بيمثلوا البرلمان المصري، بيمثلوا التشريع المصري، بيمثلوا أن مصر حققت الاستحقاقات الديمقراطية بتاعتها،
موجودين هنا يقولوا كلمتهم ويعكسوا آرائهم ويعكسوا قدر الدعم اللي هم بيدعموه للدولة المصرية وللرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا بعد إذنكم يعني هأقلب بقى على اللغة الإنجليزية إذا كان ما فيش مانع. And I would like really to thank you all for. أحب جدا أشكركم جميعا لاستضافتكم لنا واسمحوا لي أن أعطي خطبة وجيزة. إنها خطبة وجيزة جدا في الواقع في هذا العصر من الاعتماد الدولي إنه لا شك من مواجهة الإرهاب والتعاون الدولي بناء على المساواة في الأدوار والعلاقات. في هذا الشأن مصر لاعب أساسي في الشرق الأوسط التي تتمتع شهرة لا غضاضة فيها وبصيرة واضحة جدا، والولايات المتحدة حليف مهم جدا ألا نتعاون معه. إنني أهدف أن نتوصل إلى تعاون مشترك في محاربة الإرهاب والتعاون الاقتصادي الاجتماعي، تعاون مبني على الحكمة وبرؤية تهدف إلى محو الإرهاب من جذورها واقتلاعه، وتهدف إلى الارتقاء بالعلاقات الاجتماعية الاقتصادية إلى عالم أحسن وآمن لأطفالنا وأحفادنا. فليبارك الله مصر ورئيسنا المحبوب السيسي، وليبارك الله الولايات المتحدة. أشكركم جدا. I will try to be brief because هحاول أكون وجيز جدا لأن أنا هكون في المناقشة مش عايزين تسمع مني كتير، بس أنا عايز أبدأ إن أنا أقول ليه أنا بدأت كل أنا بعمله دلوقتي. أنا مجرد خلفية بسيطة جدا عن نفسي. أنا جيت لما كان عندي 19 سنة الولايات المتحدة الأمريكية، ما كانش معي ورق، ما كانش عندي شغل، كان لازم أروح المستشفى عشان أخلص الزمالة بتاعتي في مستشفى UMDNJ في نيوجيرسي. اشتغلت في مطعم $4 في الساعة. أنا بقول الكلام ده بس لأن أنا فخور جدا بما منحته لي هذه الدولة، وفي نفس الوقت أنا فخور جدا بوطني الأصلي ولي ولا كبير جدا لي. فحينما حدثت اندلعت ثورة 30 يونيو ورأيت رد الفعل الغريب من إدارة أوباما ضد مصر وضد الرئيس وضد الإرادة المصرية، 35 مواطن في الشوارع وبرضو بيقولوا عليها انقلاب، أنا ما صدقتش. فأنا قلت إن أنا كان عندي علاقات، كنت عايز أعمل حاجة لمصر، فقلت يمكن أعمل موقع إخباري أو جريدة إخبارية. كل الحاجات دي هتاخد وقت كتير جدا من أجل بناء تحمس لها ولتفهم الناس، لأننا كنا محتاجين تدخل من النوع الجراحي، كنا محتاجين أن نتكلم إلى الشعب الأمريكي وجها لوجه. وأدركت في هذا الوقت، هل ألوم فقط إدارة أوباما لما فعلوه، أم علي أن ألوم نفسي وشعبي وكل الناس الذين لهم ولاء لمصر الذين لم يذهبوا إلى الإدارة الأمريكية للكونغرس للشعب الأمريكي وإلى الرأي العام عما يحدث في مصر. فهذا حينما بدأت برنامجي وقررت أنني سأخذ الموضوع إلى مستوى أبعد بالتعاون مع مراكز معينة للأبحاث الاستراتيجية والسياسية، فأحب أن أننا أبلغكم أننا زميل رسمي لمركز لندن للدراسات السياسية، ويشرفني جدا أن أكون عضو في هذه الزمالة مع المؤسسة. أشكركم جدا. في الثلاث سنين الماضية كنا بنعمل فعاليات مع بعض، آخر مؤتمر لنا ننظمه مع بعض كان شيء فائق للعقل، إن احنا عملنا مؤتمر داخل مبنى الكونغرس في قسم النواب لإدراج الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة. وتفتكروا ايه؟ ناس كتير، نواب كتير وافقوا عليه، لكن السيد اوباما يرفض ان يوافق على القانون. فاحنا سنحارب لحد ما نطلعه من المكتب ونضع ونضع كل الحظر على الاخوان المسلمين وليس مركز لندن. ف
سأستعين بأحد زملائي وأصدقائي الذين قاموا بأعمال بمجهودات كتير للشرق الأوسط. كنت أود أن يكون معي قبل إخلاع إبحار السفينة، ولكن علي أن يذهب إلى مكان آخر. السيد لانس بارر هو He's holding في مؤتمر السي 3 يقوم بعقد ذوات كتير للأمريكان للاستثمار في الشرق الأوسط. هذا ما نريده بالتحديد، نريد ناس من هنا ومن أوروبا ومن الخليج العربي أن يأتوا باستثماراتهم إلى مصر. فأود أن أشكر السيد عمرو فتحي للخطاب، وأرحب السيد رانسون بارر. يمكن انا عايزه قبل ما نسيب الحديث لمستر رانسل، واحنا بنتكلم دايما حتى في يعني في مجتمعنا المصري عن فكره الاستثمار، ازاي يتم جذب مستثمرين من الخارج، ازاي المستثمر الاجنبي ممكن يتطلع على منطقه الشرق الاوسط او ان هو يبقى موجود في مصر. انا عايزه بس اوجه كل الشكر طبعا، يعني كل سنه وهم طيبين، عشان دي نقطه انا اغفلتها، لنواب برلمان مصر بمناسبه مرور 150 عام على البرلمان المصري، من أكبر وأعرق البرلمانات اللي موجودة على مستوى العالم. كل سنة وانتم طيبين. أنا عايزة أقول إن وجودكم النهاردة يمكن والحديث خلى مستر رانسل، وإحنا بنتكلم عن أكبر رجال الأعمال الموجودين في المجتمع الأمريكي والعاملين في منطقة الشرق الأوسط، إن هم يتطلعوا للاستثمار في مصر. فأنا هسيب مستر رانسل يكلمكم ويقول لكم إزاي أهم وأكبر حاجة موجودة عندنا في مصر تهمه إن هو يجي ويستثمر فيها، وإيه اللي خلاه يعيد حساباته من أول وجديد، وإن تكون مصر بوابته الأولى دلوقتي لمنطقة الشرق الأوسط. شكرا. من مستوى التحية التسقيف اللي خدته، هستنتج إن ده كان ترحيب إيجابي، أتمنى يعني يكون. شكرا شكرا جدا. مجرد خلفية وجيزة، مؤتمر سي 3 بدأ في 2012، وكانت رؤية في الواقع بسبب تأثير الرئيس كلينتون الذي ذهبت إليه، وناقشنا أهمية قيام حوار وتفهم أحسن بين المنطقتين. وقد سافرت ذهابا وإيابا بين المنطقتين، وفكرت لماذا لا نعقد مؤتمر قمة، وبحثت ووجدت مؤتمرات كثيرة ومؤتمرات قمة كثيرة التي كانت تختص بالأماكن الأماكن المحددة، ولكن لم أجد مؤتمر يعتبر مظلة للمنطقة. ففكرت أن أبدأ مؤتمر خاص بي، وإن كنت عرفت ما أعرفه الآن لم أكن مثل هذه الجراءة والشجاعة. ولكن الأمور صارت على ما يرام، أن وزارة الخارجية الأمريكية من أهم المتعاونين والمساندين غرفة التجارة الأمريكية، ولنا العديد من الكيانات العربية والأمريكية المرموقة. لأنه حينما بدأ في بدء الأمر قال لي أحدهم، في الواقع عليك أن تحضر السعوديين إلى الطاولة، وإن أردت أن تكون ناجحا جدا، لأن السعودية هي النصيب الأسد أو الوحش الثقيل في هذه، ولكن أعتقد أن مصر هي الوحش الأثقل في الغرفة. ولكن الاقتصاد السعودي أكثر حراكا، فاتصلت بغرفة التجارة السعودية وقلت لهم ما أريد أن أفعله، والرئيس كلينتون يسانده، وقالوا لي وماذا تدعون؟ فأنا قلت اسمه المؤتمر الشرق الأوسطي الأمريكي. قالوا أنت ما تقصدش كده صح؟ قلت لهم لا، غالبا ما أظنش أنت تقصد المؤتمر الأمريكي العربي. قلت لهم ده اللي أنا أقصده. فبعد 5 سنين إحنا هنا، وكنا محظوظين جدا جدا، ولكن أكثر حظ صادفنا، وأنا بحكي دائما القصة دي أول ما بدأنا، أنا قلت للرئيس كلينتون، قلت له ما هي أهم كلمات النصائح التي تعطيها لمؤتمر في بدايته مثل سي 3؟ فأشار إلي بإصبعه المشهور وقال لي يا رانسل، لدي 3 نصائح لك.
لا تحاول أن تكون موجة تسونامي كاسحة لأنها ستأتي وتنحصر. لا تحاول أن تكون موجة لأنها ستمتد وتجزر، ولكن كن كالموجات الهادئة الصغيرة لأنها تمتد وتمتد وتنمو شيئا فشيئا. فهذا ما نحاول ننفذه. وبينما أنظر إلى المستقبل وأنظر إلى أهمية ما معنى أو ما أهمية مصر في العلاقات الأمريكية بالشرق الأوسط، والدكتور مورغان قد طلب مني أن أفكر مليا فيما لماذا مصر مهمة جدا للولايات المتحدة. لم يكن من الصعب لي أن أأتي بأسباب حقيقية جدا جدا، أحدها هي أنها التجارة. وقد قلت دائما أن الدبلوماسية التجارية والتجارة الدبلوماسية الطبية أهم بكثير من الدبلوماسية السياسية. لست ضد الدبلوماسية السياسية، ولكن استطعت أن تساعد الناس وتعطيهم أمل وتعطيهم من خلال التجارة وتعطيهم صحة من خلال الطب وحياة أفضل، فإذا أنت بالفعل تخلق رابط قوية وحقيقية. فعلى المسرح التجاري حينما تفكر في الأمر، نحن اقتصاد 16 تريليون دولار، لا نستطيع أن نكون أكثر اعتمادا مما نحن الآن معه على مصر. لديك قناة السويس، حينما تفكر في 8-12% من كل الملاحة التجارية الدولية تمر من خلال قناة السويس، وأن تفكر في تأثير هذا إن لم يكن لنا إمكانية العبور. فكر في النفط، 2 مليون برميل نفط يمرون من خلال قناة السويس يوميا. ما الذي يمكن أن يؤثر على سعر البترول في أي شيء آخر إن استطعنا إن اضطررنا المرور آلاف الأميال عبر قناة بنما الذي سيرفع هذا التكلفة أكثر فأكثر؟ إذا فكرت على مر السنين، أين تعداد سكانكم من الشباب؟ 40% من تعداد سكان الشباب تحت سن 30، والذي يعتبر شيء مذهل بالنسبة لي. نحن نحتاج إلى هذا لأنهم هم المستقبل، هم مستقبلنا في مصر وهنا في الولايات المتحدة. تفكر في البنية العسكرية، وأقول هذا لأنه يوم بصدق أن أنتم تحافظون على توازن الشرق الأوسط، وبدون حضور جيشكم كالمظلة لن نحظى بالأمن. وأوعدكم أن إسرائيل أيضا لن تحظى بمثل هذا الأمن والأمان في وقوفها بجانبكم. وأنظر أيضا إلى من جانب تأثير مصر العالمي، أنتم على حد اعتقادي صوت العقل في الديمقراطية الشرق الأوسطية، فإذا نحن نحتاجكم كشريك في طرق كثيرة أكثر من احتياجكم لنا. فأود أن أقول أنا متشرف بوجودي هنا، ومسرور جدا من طلب دكتور مورغان أن أشترك معكم، وأتطلع إلى مستقبل طويل وممتد وزاخر جدا معكم. قد تم تعييننا شريك لمشروع كود في المملكة العربية السعودية التي هي تكنولوجيا بمليار دولار تم انطلاقها يوم الاثنين والثلاثاء المقبلين من C3 من ولي الأمير، وتفتح هذه مجالات كثيرة لأنها تتركز على الرعاية الصحية، على الأمن الإيجابي، وعلى الأمن بخصوص البعد أو الشأن الداخلي الوطني. فهذه الأمواج الصغيرة التي نستطيع أن نصنعها، ولا أستطيع أن أفعل أي شيء أكثر من ذلك. وأن استطعت أن أصنع دائرة اتصال واحدة معكم، إذن أنا استطعت إنجاز ما أريد أن أعمله في تاريخ C3 القصير. أشكركم جدا وأتمنى أن أراكم دائما. ايه رأي حضرتك في الايفنت؟ لا، الايفنت كويس طبعا، محترم، واحنا سعيدنا بيه جدا، وكان في فرصة التواصل مع المصريين اللي موجودين هنا من رجال الاعمال ومع السياسيين الامريكيين اللي هم حضروا الايفنت، وكان حوار ممتع ونقاش مفيد للطرفين، والكلمات اللي قيلت فيه كلها كلمات ممتازة بتصب في الصالح العام للبلدين، واعتقد ان هو كان كويس قوي، احنا سعيدنا بيه الحقيقة. ده غير بقى
الجو الجميل والهوسبيتاليتي بتاعت المضيفين الجميله يعني استضافونا استضافه جميله جدا. طيب انا هسالك كام سؤال سياسي. ما هو دور الاعلام او ما هو الدور الذي يختلف من السنه الماضيه والسنه اللي احنا فيها دلوقتي في مقابله السنه الحاليه في مقابله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماعات الامم المتحده؟ في اختلاف كبير يعني الحقيقه في نقطه مهمه، مش مساله اختلاف، هي مساله نقطه مهمه السنه دي، انه حضرتك عندك برلمانيين موجودين، اعضاء مجلس الشعب يعني موجودين في الوفد. الاعضاء دول هم اللي بيمثلوا وجدان الشعب المصري وطموحاته واماله، هم منتخبين من الشعب، هم بيمثلوا طوائف الشعب المصري وشرائح المختلفه بتاعته، جايين طواعيه، دي رساله لوحدها، جايين يقولوا للعالم كله ان احنا مع الرئيس بتاعنا ومع الدوله بتاعتنا في كل توجهاتها السياسيه، بندعم هذه المواقف، بندعم هذا الرئيس ونوازن هذا الرئيس في كل مكان. دي نقطة مهمة. النقطة الثانية صحفيين واعلاميين، صحيح كان في قبل كده برضو، انما المرة دي في ايفنتس، في لقاءات كانت عدة مختلفة. اللقاءات دي كان في فرصة ان احنا نلتقي مع الكاونتر بارتس او الجانب الاخر الممثل لينا من الجهات من الامريكان. كان في لقاء مع الحملة الانتخابية لترامب، وبالتالي استفدنا كتير، سمعنا وقلنا، سألنا الأسئلة اللي محيرانا واللي عايزين ليها إجابات، هم ردوا، الحملة ردت ردود مستفيضة محترمة، فالحقيقة دي كلها كانت إيجابيات كويسة يعني. طب بمناسبة الأسئلة، لسه في برنامج ما انتهاش يعني، مستمر. عايزين نعرف سواء كان الرابح كلينتون أو دونالد ترامب، هل تعتقد ده بيؤثر على الاقتصاد المصري؟ لا يعني بصي، اصل امريكا دي دولة مؤسسات يعني، مش دولة قايمة على رئيس بحد ذاته يعني، فليها سياسات واضحة ومحددة. ممكن يبقى في اختلاف في الاستراتيجيات، جايز، لان الاستراتيجيات بشكل عام هي عباره عن تشويسز يعني، هي برايورتيزيشن اوف تشويسز يعني، انت تشوفي اولوياتك، اولويات المرحله، فبتتغيري طبقا لاولويات المرحله، انما السياسه العامه ما بتتغيرش. فما اعتقدش ان ده هيؤثر علينا في شيء، غير ان في توجهات الرئيس في بعض الامور يعني، او في سهوله التعامل مع الرئيس نفسه، لكن في التوجه العام او في السياسه العامه لا اعتقد ان ده هيأثر. بالنسبه لمصر، دوله كبيره، مصر دولة عميقة، دولة ليها تأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، ليها وزنها في العالم كله، ليها موقع جغرافي عبقري، فيها من 90 ل 100 مليون نسمة موجودة فيها، دولة متحضرة، أول حضارة في التاريخ، في ناس تتكلم دايما في السياسة على الوضع الحالي الآني من النهاردة، وفي مدارس أخرى بتتكلم على ترجعي بيها للتاريخ. في كل الأحوال أنت تاريخك وموقعك الجغرافي وموقعك الجغرافي الاستراتيجي دي كلها بتديكي زخم وتديكي قوة تخلي أمريكا وكل دول العالم تحترمك وتشتغل معك، وده اللي احنا عايزينه، نحترم الآخر والآخر يحترمنا، نتعاون مع الآخر والآخر يتعاون معنا، القضايا المشتركة نشتغل فيها مع بعض، التطور والتنمية نشتغل فيها مع بعض، الإعلام كمان نبدأ احنا كمصر بقى الإعلام الخاص بتاعها، اللي احنا كغرفة نمثل هذا الإعلام الخاص، نمثل القنوات الفضائية المصرية الخاصة، نمثل المجموعة يعني من القنوات الفضائية المصرية الخاصة، ونمثل الوكالات الإخبارية مجموعة منها، والوكالات الإعلانية وإلى آخره. أنت كمان بتبدأي تنفتحي على الغرب وبتنفتحي على الإعلام الغربي، ونتكلم معاه ويتكلم معانا، عشان في نقطة مهمة جدا، أنك تنقلي الصوت المصري من جوه إلى بره، عشان الناس بره يعرفوا الحقيقة وتجيلهم الرسالة الإعلامية بالشكل السليم المظبوط. إيه رأي حضرتك في محاولات الإخوان المسلمين لإحباط الشعب المصري أو الجيش المصري؟ الجيش المصري والشعب المصري ما لا يحبطوا،
على مر التاريخ. يعني التاريخ نفسه هو اللي هيرد على حضرتك مش أنا. لم يحبطوا ولن يحبطوا إن شاء الله. نسيج قوي، شعب قوي، جيش قوي محترم. الوطنية المصرية وطنية خالصة ما فيهاش كلام. مصر بتجري في زي ما البابا شنودة رحمة الله عليه قال، مصر وطن يعيش فينا. ودي حقيقة فعلا، مصر وطن بيعيش جوانا، مش احنا اللي عايشين جوا مصر. والمصريين اللي موجودين في الخارج موجودين جغرافيا برا مصر، وانما هم في القلب وفي الوجدان المصري موجودين. فلا، ما اعتقدش اللي حضرتك بتقولي ده، لا يوم مش ما اعتقدش، ده مستحيل. يعني ده شعب متماسك بيبان في المحن جدا، وجيشه بيحميه وجيشه بيقف معه. معنا المخرج الكبير الاستاذ خالد يوسف، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. من وجهه نظر حضرتك، ايه ابرز النقط اللي اثرها الرئيس السيسي في حواره النهارده؟ طيب اديك المفاجاه ان انا ما شفتش حواره النهارده، خطابه النهارده، شفت خطابه امبارح بس النهارده ما شفتش خطابه. فلو اكلمك على الخطاب بتاع امبارح، يعني خطاب اللي كان بيتكلم فيه على اللاجئين، كان فيه نقطه برايي انها كانت لمحه ذكيه منه، انه اتكلم على ان مصر عندما استقبلت اللاجئين لم تستقبلهم في معسكرات مثلما فعلت الدول الاخرى، وعملتهم كاخوة اشقاء بيحظوا بالكرامة الانسانية وتقريبا لهم حقوق المواطنة يعني، واندمجوا في المجتمع المصري وكانت لهم نفس حقوق المواطن المصري يعني. ودي كانت لفتة ذكية منه، وبعتقد انه فكرة ان انت تتكلمي عن المواثيق الدولية اللي بتحرم فكرة غلق الحدود عندما تكون هناك ازمة لاجئين برضو كانت لفتة ذكية فيه. بس انا ما شفتش بقى اللقاء بتاع الخطاب بتاع النهارده، ما لحقتش اشوفه، فمش عارف اعلق لك عليه. من وجهه نظر حضرتك، ايه الدور اللي ممكن يقوم بيه ابناء الجاليه المصريه في الولايات المتحده الامريكيه لدعم بلدهم مصر؟ انا بتصور ان هي دايما على يعني لازم يتحركوا على ساقين، الساق الاول اقتصادي والساق الثاني سياسي. الساق الاقتصادي فكره مسانده الدوله المصريه في ازمتها الاقتصاديه عن طريق لو في اي امكانيه لضخ استثمارات لاي شراكه من اي نوع لتقويه الاقتصاد المصري، ده بيبقى جميل جدا. الامر الثاني مساندتهم في القضيه السياسيه، الحرب اللي بتدار ضد مصر لابد ان تكون الجاليه لها دور فيها، خاصه ان انت هنا في امريكا تقريبا هي الدوله الكبرى اللي واخده موقف ضد النظام المصري. فانا بعتقد انه لو كان الجاليه المصريه ممكن تمثل نواه للوبي عربي زي ما في لوبي يهودي بيستطيع التاثير على صانع القرار في امريكا، انا رايي المصريين لو قدروا يعملوا نواه للوبي عربي سواء في التصويت في الانتخابات او سواء في محاوله التاثير على الاداره الامريكيه في قراراتها عن طريق ان هم يبقوا متحكمين في زي ما اليهود متحكمين في عدة بالظبط يعني. فبعتقد ان دول الحاجتين اللي ممكن يعني المصريين المهجر يساعدوا فيه.